مبخرة إلكترونية متوسطة الحجم متوفرة عندنا في متجر سيركت ستور، تحطها عندك في الموتر، في المكتب، في الدوام، في المكان اللي تبيه. وهذه كل القطع اللي تجيكم مع المبخرة، واير الشاحن، قطعتين الشبك ذيلة، بحيث إذا ما تبي مثلا البخور يحترق معاك بسرعة تحط ذيلة القطعتين. جميع القطع متوفرة مثل أي مبخرة. مدخل الشاحن تايب سي، مثل ما تشوفون حاط كسرة صغيرة، وهذه كمية التخانة اللي تطلع متوفرة عندنا في متجر سيركت ستور، تقدر تطلبها من كود 2481. في تعليمات موجودة عندك على بوكس المنتج، وبعد داخليتها من السيراميك فما تحتفظ بالحرارة، أول ما تسكر تقلبها كم ثانية وترد باردة وأمورك طيبة.